this city is from beginning of the ISIS in Syria is the first city that ISIS controlled, and no other group entered this city after ISIS controlling. طبعا بالنهاية الولايات المتحدة تعرف تماما بأن هذه البقعة الجغرافية ستعود لسلطة الدولة السورية لا عاجلا أو آجلا، لكن تأخير هذا الموضوع هو فقط لإتاحة المجال لقصد بأن تعزز بعض مناطق تواجدها وتنتشر أكثر في الجزيرة السورية.